نذهب مشاهدينا الكرام إلى عالم التواصل الاجتماعي لنرصد أبرز التداولات خلال الساعات الماضية في المنصات اليمنية. البداية من عدن، وكنا في عدن حيث كانت مدينة يمنية وشهدت هذه العاصمة المؤقتة فعالية الإفطار الجماعي الخامس الذي ينظمه المجلس العزابي في كورنيش الشهيد جعفر كما يطلق عليه أو يطلق عليه أبناء عدن. حضر المئات مشاهدينا من الشباب العزاب بين قوسين بطبيعة الحال أكيد في غير العزابيين في هذه المناسبة التي تحولت إلى ما يشبه الكرنفال. نتابع هذه الصور مشاهدينا الكرام. مشاهدينا، حول هذه الفعالية التي يقيمها أبناء عدن والمجلس العزابي على وجه الخصوص، كتب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي محتفين بهذه الفعالية التي تقام ربما للسنة الثالثة على التوالي في مدينة عدن. عدن قلبي، حساب عدن قلبي كتب: كلام من القلب. استطاع المجلس العزابي وحده تجميع مئات من شباب هذه المدينة، مجلس وليس بمسمى فقط، مجلس لم الشمل وضم الجميع، مجلس بادر وفعل وعمل حتى أصبحت بصمته بكل مكان. لم تجمعهم إلا عدن فوق أرضها وتحت سمائها، ناس بسيطة وحابة تعمل أي شيء حتى تنبسط ولو كان بإفطار أو لقاء عفوي. تخيلوا الكثير من الشباب هناك ما حد كان يلقى صاحبه بسبب مشاغل الحياة وظروفها، إلا أن المجلس وحده من جمع هؤلاء. الفرحة في وجوه الجميع وبيض على ملامحهم بمثل هذه التجمعات واللقاءات تعيد لنا الحياة. تحية لكل الشباب وعنهم راموس الكبير على هذه اللمة الذي سنظل ننتظرها كل عام. أيضا رواد مواقع التواصل الاجتماعي كتبوا، من ضمنهم عبد الله، كتب عبد الله: عدن تعشق الحياة في زمن الموت. المجلس العزابي ينظم حفلة إفطار جماعي على كورنيش الشهيد جعفر. أما حافل فكان له رأي أيضا في هذه المناسبة وقال: مع الأحباب العاصمة الحبيبة عدن في الإفطار الجماعي للمجلس العزابي الذي ضم فيه كل شباب عدن على مائدة واحدة، شكرا لكل من نظم هذا التجمع الأكثر من رائع. شكرا صديقي راموس الكبير.